والله يمكن انا بحمد ربنا ان بدايتي تبقى مع شخصيه زي كابتن سيد، من الناس المحترمه جدا جدا. انا على المستوى الشخصي بستفاد منه بشكل كبير جدا، ما شاء الله مدرب شاطر، مدرب محترم، مجتهد جدا وبيحضر بشكل كويس جدا. يمكن بتلاقيه باستمرار قبل التمرين باكتر من ساعه ونص ساعتين موجود، بيشتغل بنظام الحمد لله. يمكن اللعيبه كلها بتحبه لانه بيعامل الناس بشكل كويس جدا. انا سعيد ان انا موجود معاه السنه دي، استفدت بشكل كبير قوي. ما شاء الله خبرات كبيره للكابتن سيد في اكتر من نادي، ويمكن في نادي الاهلي قبل كده، ويمكن اشتغل في السعوديه فترات كبيره. انا سعيد بوجودي معاه وبتمنى له التوفيق، بقول له منور يا كابتن، وربنا يكرمنا ان شاء الله في نهايه الموسم ان شاء الله نحتفل كلنا بالبطوله مع بعض باذن الله ان شاء الله. عايز اقول لحضرتك كابتن سيد، من حتى من قبل ما يجي هنا النادي الاهلي هو كان من معجب. انا ذات نفسي يعني هو زميل ليا في الناشئين يعني في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انا معجب بشخصيته كمدرب، الشخصيه في كمدرب ان هو بيقدر يعني بيلم اللعيبه حواليه، وفي نفس الوقت راجل مميز تدريبيا. يعني عندنا التدريبات مختلفة تماما، مش كل تدريب شبه التدريب التاني، لا بالعكس بيتميز بالتمرينات، وفي نفس الوقت هو عنده قوة شخصية، وفي نفس الوقت عنده قوة ان هو بيجمع الولاد حواليه وبيخليهم يعني يبقى فيه حب بينهم، وفي نفس الوقت ده بيخلينا طبعا ربنا بيكرمنا عشان نكسب، والحمد لله يعني هو ماشي بخطة ثابتة في الموضوع دوت. وفي نفس الوقت كابتن سيد يعني مش انا اللي هقدر اقول لك اتكلم عليه كفنيا يعني طبعا، لان دي حاجه هو طبعا مدرب مميز ومكسب طبعا دوره مهم معانا، بيدينا روح. حتى احنا طلعنا من الماتش متعادلين 1-1 ولا اي حاجه، علينا انتوا احسن بكتير، وادانا روح ايجابيه ونزلنا الشوط الثاني كسبنا 4-2. الفرقه اتغيرت، شكلها اتغير كتير، بقى في روح في الفرقه بقت كلها بتحب بعضها، فهو ده اللي بيحقق الفوز معانا عشان كل الفرقه بتحب بعضها. كابتن سيد طبعا مدير فني عالي جدا، يعني من ناحيه فنيه ويعني نفسيه اللعيب طبعا بيدي لكل واحد فرصته. كابتن سيد طبعا يعني حاجه في الملعب على طول بيشجع، لدرجه ان صوته بيروح من كتر التشجيع اللي بيشجعوا لنا، يعني حتى لو بيقول لنا الحاجات اللي بنعملها غلط كل واحد بيركز ان هو ما يعملهاش تاني. كابتن سيد طبعا شخصيه وكابتن يعني واب كبير لينا واخ وكل حاجه، يعني ربنا يخليه لنا يعني.